والنصر لا يكون إلا مع صحة المعتقد وتمام المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تبدى نحو من ذلك بعد، والصحابة هم الصحابة رضوان الله عليهم في ثباتهم ويقينهم وإيمانهم ومتابعتهم لرسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. لما نظروا إلى جمعهم أعجبتهم كثرتهم، فدخل شيء من الإعجاب والعجب بعض القلوب، والعجب إذا شاب القلب أثر بعد تأثير على سلامة المعتقد. قال ربنا جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فمع سلامة المعتقد وصدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالالتزام بالسنة ظهر شيء من العجب، فقال قائلهم: لن نهزم اليوم من قلة، فحرموا النصر أولا، فكيف بالذين على معتقد باطل يشركون بالله جل وعلا غيره ويعبدون سواه ويتوجهون بكثير من العبادات القلبية والقولية وعبادات الجوارح لغير الله عز وجل، فأنى لهم النصر ثم أنى لهم النصر ثم أنى لهم النصر. مع صحة المعتقد وتمام الالتزام بالسنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما ظهر شيء من العجب وقال قائلهم: لن نهزم اليوم من قلة، حرمهم الله النصر أولا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهم أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي أحد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرماة: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم. قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فتركوا أماكنهم وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع صدق المعتقد وتمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما وقعت مخالفة فتركوا أماكنهم التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوها، أمرهم أن يلزموها وألا يفارقوها، فلما خالفوا في هذا وقعت الكسرة وقتل منهم 70. وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع، وصاح الشيطان: قتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أمرا عصيبا وخطبا جسيما، حتى تداركهم الله رب العالمين برحمته وتاب عليهم رضوان الله عليهم أجمعين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قل هو من عند أنفسكم. فإذا كان المقاتلون على معتقد صحيح وصدق في الالتزام بالسنة ثم خالفوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حرموا النصر،
فكيف إذا كانوا مفارقين للسنة من أصلهم، منتسبين إلى طائفة مبتدعة من نشأتهم، فكيف ينصرون؟ وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع صحة المعتقد وتمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما خالفوا في أمر حرموا النصر، فكيف بالذين لا يصدقون في معتقدهم بل يشركون بربهم؟ وكيف بالذين تربوا في أحضان المبتدعة على المناهج المبتدعة مخالفين أمر رسول الله؟ أنى ينصرون؟ لا يكون النصر إلا مع صحة الاعتقاد والتزام سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن تعلم الأمة هذا من دروس القرآن العظيم، مما وقع في حنين ومما وقع في أحد لأصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. لم يقبل الله رب العالمين أن تعجبهم كثرتهم، لأن النصر من عند الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، نصرهم الله رب العالمين مع قلة العتاد ومع قلة العدد ومع وفرتهما مع الكفار والمشركين. أنزل الله نصره وأعظم على المشركين بأسه، وكان نصرا عزيزا مؤزرا. صح الاعتقاد ولم يشبه شيء، وصحت المتابعة فلم يشبه شيء، فجاء النصر من عند الله جل وعلا. والله رب العالمين يربي المسلمين على هذين الأمرين العظيمين. إياكم أن يداخلكم في قلوبكم عجب بكثرتكم بوفرتكم بحركتكم، فهذا كله لا يغني عنكم شيئا، وستولون مدبرين. وإياكم أن تخالفوا أمر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إخلاص الدين لله تعالى وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصدق باطنا وظاهرا، والإحسان ظاهرا وباطنا، الالتزام بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، خلاص الأمة فيهما.